والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. صدارة هذا الشوط وياتينا هنا في الصدارة مهيض من ينطلق إلى الصدارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في التضميرة، بينما المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة وغياث الهلالي، وعلى المركز الثالث والمنطلق هناك أيضا بالتحدي المميز الجميل. يأتينا هنا أيضا المفتي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر طارش بن مبارك بالكوبة من ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع الحذر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد، ووصل هنا شاهين من هجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يأتينا على المركز الخامس. المركز السادس هملول يأتي في المركز السادس هنا بهذه الانطلاقة لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبيد بن شيلان المري في تضميرة من ينطلق هنا على المركز السادس. وفي المركز السابع هناك مايهاف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبة في تضميرة منطلقا بتحديات الجميلة والإثارة. هناك يأتينا مشاغب اسمه شخص سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع خليفة بن سلطان بن رشيد في التضمير المنطلق هنا هذه التحديات والإثارة الثامنا، بينما المركز التاسع شاهين من هجن العاصفة وغياث الهلالي ينطلق هنا هذا الأداء المميز الجميل. وعاشر المراكز مصوب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر خالد بن المر بن سعيد بن حلوة، هنا من قدم لنا الأسد أيضا بأداء مميز وعرض جميل وانتزاعه نقطة في مساء هذا اليوم. هذه هي الأسماء المنطلقة، ها هي التحديات والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى شاهين من انطلق على المقدمة، انطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. شاهين من هجن زعبيل بقيادة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من تألق أيضا في هذه الأمسية الجميلة بأيضا نقاط متعددة. هو ينطلق هنا مع شاهين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني وهناك يأتينا مهيض على المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم وأحد شباب الخوانيق من يتابع سعيد بن عبيد الحميري في التضمير هنا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث يأتينا شاهين من هجن العاصفة وغياث الهلالي، وعلى المركز الرابع يأتي مشاغ لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي عاشق السلالة الشاهينية، يقدم لنا مشاغب في هذه التحديات على المركز الرابع. المركز الخامس هنا والمتسلل المفتي في هذه الانطلاقة، ولكن الحذر لا يرضى إلا بالمركز الخامس وعين على صدارة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي والمفتي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم سادسا بقيادة مضمر الشرق الأوسط. هنا من ينطلق بهذا الشعار المميز ورافقه أيضا سنين عديدة بهذه التحديات المتميزة طارش بن مبارك بالقوبة من يتابع المفتي في هذه التحديات الجميلة. هنا أرى تسللا من مصوب وبيصوب الهدف هناك في الأمتار الأخيرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن
بن سعيد المكتوم مع احد المضمرين المتميزين هنا خالد بن المر بن حلوة القتبي احد شبابنا القادمين في هذه الرياضة ايضا بتحدي واثارة مميزة. هناك ارى تسلل من قبل هنا القادم مضبوط لاسم الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع صيب الخلفان لغويص من يتابعه في هذه التحديات على المركز الثامن المركز التاسع المركز التاسع العاصفة وهجنها هنا مع شاهين وغياث الهلالي وعاشر مراكزنا هناك يأتينا بهذه الانطلاقة هملول اسمه شيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم وعبيد بن شيلان المري في تضميرة. هذه هي النتيجة، ها هي التحديات، ها هي الإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى شاهين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول من هجن زعبيل المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بدون أي منافس على الإطلاق. يغرد خارج السرب وحيدا هناك على الصدارة، يقدم أيضا أداء مميز، أداء ولا أروع على الصدارة على المقدمة هناك بهذا الأداء الجميل والعرض المميز. شاهين هجن زعبيل بقيادة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد على الصدارة وعلى المقدمة المركز الثاني. وهنا يأتي على المركز الثاني هي هذه اللحظات مهيض ثم شيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في تضميرة على المركز الثاني وثالث المراكز. شاهين من هجن العاصفة وغياث الهلالي هنا مصوب يتسلل من مركز إلى مركز إلى رابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خالد بن المر بن سعيد بن حلوة في تضمير من ينطلق على المركز هنا الرابع وخامس المراكز. المركز الخامس وخامس المنطلقين الحذر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير من ينطلق هنا في هذه التحديات والإثارة على المركز الخامس. سادس المراكز مضبوطة ثم الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع صيب الخلفان السويدي العاصفة وهجنها مع شاهين هناك أيضا على سابع المراكز هنا ومتابعة غياث الهلالي هناك أيضا. ياتينا مشاغب باسم الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي في تضميرة ثامنا والمركز التاسع والقادم هنا على المركز التاسع في هذه التحديات والإثارة هنا أيضا. والقدوم من قبل الذيب لسمو الشيخ راشد بن علي بن راشد المعلى هزاع بن محمد بن عبيد الشمطي في تضميرة وعلى المركز العاشر هناك أيضا لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك والقوبع في تضميرة من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة، ها هي التحديات. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى صدارة هذا الشوط. وهناك شاهين المنطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على التحدي على الإثارة هنا بهذه الانطلاقة. هو تشاهدونا هنا شاهين من هجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد من مروشد على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أرى مصوب هنا قادم، مصوب قادم في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خالد بن المر بن سعيد بن حلوة نكتبي في تضمير من يأتي على المركز الثاني. وفي المركز الثالث المركز الثالث شاهين من هجن العاصفة هو غياث الهلالي في تضمير. الرابع ياتي مشاغب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يتابع على المركز هنا ايضا الرابع. وفي المركز الخامس المركز الخامس وارى الطاغي باول ندى، اول ندى هنا ياتينا الطاغي لسمو الشيخ ناصر بن سلطان بن مايد القاسمي وسالم بن علي بن
بن بخيت المسافري في تضميره، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى شاهين هنا على صدارة هذا الشوط، منطلق بالمقدمة، منطلق بالمركز الأول من هجن زعبيل، راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابع على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، مصوب في المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، خالد بن المر بن سعيد بن حلوة الكتبي بالتضميرة، يا سلام التحديات، ولكن شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة بدون أي أوامر تذكر هنا بهذا الأداء المميز الجميل. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة والثالثة ثابتة كما قيل، ها هو تشاهدون، ها هو تشاهدون شاهين هنا على الصدارة، على المقدمة. هو شاهين على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. تهانينا، تهانينا لهجن زعبيلي ومالك سيدي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، شكرا يا المتألق على هذا الأداء المميز الجميل. راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من قدم لنا ثلاثية جميلة في هذه الأمسية المتميزة، وها هي لحظة وصول شاهين إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الناموس هنا ولحظة الوصول. المركز الثاني اتم صوب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع خالد بن المر بن سعيد بن حلوة. اما المركز الثالث فكان هنا في انتظار المركز الثالث جاهين من هجن العاصفة وغياث الهلالي في التضمير. المركز الرابع مهيض مناطق في المركز الرابع هنا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم. والمركز الخامس هنا انتظار المركز الخامس أتانا مضغوط هنا من وصل في هذه الانطلاقة سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم، وهناك الذيب سمو الشيخ راهد بن علي بن راهد المعلى. هذه هي النتائج، ونعود إلى التوقيت الزمني، إلى التوقيت الزمني هنا ولحظة وصول أيضا هذه الانطلاقات هنا أيضا 13 دقيقة الثانية واحدة خمسة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام شاهين. تهانينا لهجن زعبيل، تهانينا لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. المركز الثاني وصل مصوب لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع خالد بن المر بن سعيد بن حلوة الكتبي، من وصل على المركز الثاني ب 13 دقيقة 7 ثواني ثلاثة من الأجزاء من الثانية هو توقيته الزمني. وعلى المركز الثالث كان شاهين من هجن العاصفة بقيادة هنا أيضا هجن العاصفة وغياث الهلالي. والتوقيت الزمني ولحظة وصول شاهين إلى خط النهاية قاطعا 8 كيلومترات في 13 دقيقة 18 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة في انطلاقة أشواط مساء هذا اليوم. تتواصل حاملة كذلك تحديات ميدان المرموم وانطلاقاته في هذا